وحي هو الحق المبين وما عداه المبهم وحي على أنسامه تحيا القلوب وتنعم اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم بالذكر للقرآن كان تحدو به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نور الفرقان ومع حلقة من هذه الحلقات الإيمانية، واليوم مع يوم الفرقان، مع غزوة بدر الكبرى، مع تلك الأيام، أيام ظاهرة وأيام مشرقة، رغم أنها أيام جهاد وأيام مكابدات. إخوة الإيمان، تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام لاقوا من الأذى ومن المضايقات ومن المشاق من المشركين ومن الكفار في العهد المكي، ولم يأذن الله تبارك وتعالى لهم بالقتال حتى هاجروا إلى المدينة المنورة، فأنزل الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كانت غزوة بدر الكبرى، وكان السبب المباشر لها هو اعتراض القافلة التجارية التي كان يقودها أبو سفيان وغيره، ولكن هذا هو السبب المباشر، هذا هو السبب الظاهر، لكن السبب الحقيقي هو ما أجاب عنه ربنا عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فعندما تساءل فريق من المؤمنين بل وعندما تساءل غير المسلمين من ذلك اليوم وإلى هذا الزمان يتساءلون لما شرع الجهاد ولماذا أقيمت تلك الغزوات ولماذا تحرك المسلمون وراحوا يغزون ويفتحون البلدان، قد نجد الجواب عند الصحابة الذين فهموا هذه الرسالة وفهموا هذه الأهداف، وذلك ما نجده على سبيل المثال في جواب ربعي بن عامر وقائد الفرس يسأله لماذا جئتم إلينا وماذا تريدون منا وما هو هدفكم من هذا الجهاد ومن هذه الغزوات، فيجيبه الصحابي الجليل قائلا إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولنخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة إلى أنوار الإسلام. لا ينبغي أن يغالط الناس بعضهم ولا ينبغي للمسلمين أن ينهزموا وتثبط عزائمهم ولا يجدون الجواب عندما يسمعون تلك الاتهامات التي توجه للمسلمين وتوجه للإسلام عامة بأن الإسلام دين القتال ودين العنف ودين القوة ودين كذا. حتى مع الأسف أصبح بعض المسلمين يستحون بأن لا يذكروا كلمة الجهاد، يظنون كما ظن غيرهم أو ضعاف الإيمان يظنون كما ظن غيرهم بأن الجهاد هو مسبة هو معرة، لا ينبغي أن نقول بأن الإسلام دين الجهاد، ولا يعلمون بأن حقيقة الجهاد هو تنقية هذه الأرض من الفساد، هو اقتلاع جذور الشرك والكفر والإلحاد والفسوق والعصيان. الجهاد الهدف منه هو تحقيق الأمن والأمان، الجهاد عملية جراحية لبتر الأعضاء الفاسدة، لبتر الأعضاء التي مرضت في هذه الحياة الدنيا. إن الله تبارك وتعالى شرع الجهاد خدمة لعباده ولتحقيق مصالحه. قلت لذلك ربنا عز وجل قال لنا الهدف من الغزوات ومنها غزوة بدر الكبرى، قال ليحق الحق، ومعنى يحق الحق ليمكن للإسلام. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات كغزوة بني المصطلق وهو يعسكر بالجنود في مكان ما وهما ماشيين في جهاد مشروع وفي جهاد لخدمة الإنسانية وفي جهاد لإزاحة الفساد من على هذه الأرض، ومع ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. والله من يقرأ فقط هذا الجزء الأخير من الحديث يفكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى القوة إلى استعمال القوة، يدعو الناس إلى العنف، يدعو الناس إلى الجهاد وإلى القتال، وهذا خطأ إذ ينبغي أن ينظر إلى العمليات الجهادية على أنها نصرة لدين الله وعلى أنها إحقاق للسلام. لذلك بدأ الحديث وبدأت هذه الخطبة النبوية أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، حتى إذا اعتدى عليكم الأعداء وإذا هاجمكم الأعداء فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. إخوة الإيمان، تعلمون بأننا نريد من هذه الدعوة الإسلامية الأمن والأمان والهناء والسلام. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
الحق المبين وما عداه المبهم وحي على أنسامه تحيا القلوب وتنعم اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم ورتل بعض ما وهب الإله المنعم اقرأ